ولي الناس حتى هما كيسولوا بزاف وباغيين يعرفوا هو امتى بشرى انا بدات تدخل القفص الذهبي، حيت كيف ما كنشوفك ديما تو اون ديبلاسمون اون فواياج تابع لي مينيستر لي كيستيون، هانتي هنا هانتي هنا، واش بشرى كتفكر في الاستقرار واحد النهار وتزوج؟ سي واش نقول لك، راه اي بنت كيف ما عرفتش فين بغات توصل راكي شوفي شوف نقول لك هو شو اسيومي سواء تزوج سواء ما تزوج، كل وحده شغالها في راسها وكيف ما قررت. ولكن انا مع البنات اللي كيفكروا في تاسيس اسره، زعما انك يكون عندك طون ماري ويكون عندك تي زونفون. كما قلتي مثلا انا عندي مانيس تحمل المشعل، تاع لما لا بنيته ديالي ولا الوليد ديالي. دونك انا دائما عندي المؤسسه ديال الاسره حاضره دائما في الذهن ديالي. هو كان مشروع ولكن ربي ما كملش، فهمتي؟ وداكشي كله بالاقدار وبالله سبحانه وتعالى فوق ما كتب عليك شي حاجه. علاش تخيل داك اوغوزمون انه ما كملش، زعما تخيل دابا كون تزوجتي طلقتي، فهمتي؟ الحمد لله يعني كنا في المرحله ديال الفيونساي وربي ما كملش، فهمتي؟ دونك هذا هو. دونك انا مع يعني الراي اللي كيقول البنات خصهم يتزوجوا في الحلال ويديروا الوليدات ديالهم ويكبروهم. ومع العلم انني كنحترم البنات اللي كتقول لك انا كون سيليباتير نعيش حياتي، وهذا كل وحده شغلها في راسها وكل وحده كيف ما كتفكر، حتى شي واحد ما عنده الحق انه يفرض على الاخر الراي ديالو.